في سهرة رمضانية كروية في 21 من نوفمبر من عام 2003، كان الموهوب جمال حمزة في الموعد حاضراً بموهبته الفذة وأهدافه الحاسمة. ونجح جمال حمزة في ذلك اليوم من حسم قمة الكرة المصرية التي جمعت الزمالك والأهلي لمصلحة فرسان ميت عقبة، وسجل حمزة هدف فوز الزمالك بلقاء القمة للدور الأول من الدوري موسم 2003-2004 في شباك الأهلي في مباراة احتضنها ملعب القاهرة الدولي في إحدى ليالي شهر رمضان المعظم. وجاء هدف حمزة مع الدقيقة 18 من عمر المواجهة، حيث استلم الكرة بمهارة داخل منطقة الجزاء الحمراء وسدد في شباك عصام الحضري مسجلاً هدف فرحة أنصار ميت عقبة. ومثل الزمالك في تلك المباراة كل من عبد الواحد ومحمد صديق ووائل الأباني وبشير التبعي ومدحت عبد الهادي وطارق السيد وحازم إمام وجمال حمزة وتامر عبد الحميد وطارق السعيد وعبد الحليم علي. أهلا بكم مرة تانية، ومعانا دلوقتي الكابتن الكبير جمال حمزة، يعني أحد نجوم الزمالك وكمان من هدافين مباراة القمة، ودايما كانت يعني مش حظوظه حلوة، لا كان أداؤه رائع دايما في مباريات القمة. أهلا بك كابتن جمال ومنورنا هنا في زملكاوي. حبيبي يا شادي، وحشني وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم. وطبعا بشكر فريق الإعداد على التقرير الجميل ده، رجعونا للأيام أيام حلوة بصراحة. أيام حلوة يعني طبعا، أيام دايما اللعب. أيام حلوة طبعا إن شاء الله كده، وتعود الأيام دي مرة تانية لنادي الزمالك يا رب، ودايما يبقى في منطقة الفوز إن شاء الله تعالى. كابتن جمال، الزمالك بيراميدز فوز بعد يعني مشهد مؤسف جدا، خروج من دوري أبطال إفريقيا دون أن يحرز أي فوز أو يحقق أي فوز لنادي الزمالك. ثم الكل كان قلقان، المواجهة الأولى مع بيراميدز، سكوادة ممتازة، مدير فني المفروض يعني أنه اسم كبير في الكرة المصرية، وبعد كده مباراة المقص. المباراتين دول على بعض كده كباكج، شفتهم إزاي؟ يعني بص، هما توقيتهم كان صعب قوي، يعني التوقيت بتاع بيراميدز بالذات زي ما انت قلت كده بعد الخروج، والنفسية كانت يعني برضو اللعيبة نفسيتها مش كويسة، الجمهور غاضب جداً، مدير فني جديد كان لسه برضو عايز يغير الطريقة، لسه بيكتشف بعض اللعيبة. الاستقرار الإداري هو الـ الحاجة الوحيدة اللي كانت مميزة في الفترة الأخيرة دي، هو ده اللي خلى المنظومة، خلي بالك المنظومة الرياضية دايما بتبدأ من عند الإدارة. النجاحات بتبدأ من عند الإدارة والفشل بيبدأ من عند الإدارة. تمام. طول ما أنت عندك إدارة مستقرة، اللعيب حاسس أنه الإدارة دي موجودة وقاعدة معاه 4 سنين، غير اللجان، لأن دي الفترة دي أصلا أنا عشتها. يعني أنا عشت فترة اللجان دي من 2005 لغاية 2010. صحيح، قعدنا فترة كبيرة جدا في الدوامة بتاعت اللجان دي، كانت موضوع صعب جدا. لا اللجنة بتبقى قادرة تاخد قرار للنادي، ولا اللعيب بيبقى حاسس إنه مستقر وعايز يكمل في النادي. فبتعمل مشاكل كبيرة جدا. فالبداية كانت إن في استقرار إداري من مجلس الإدارة، وده اللي أثر بنتيجة إيجابية بشكل كبير جدا على الفريق. وجود مدير فني على أعلى مستوى زي مستر فريرا، في ثقة لما تبقى الراجل ده موجود وبيديك تعليمات، خلاص أنت بتبقى مقتنع 100% أنه هو صح. فدي بتأثر الطريق بنسبة 90% بينه وبين اللعيب. لما اللعيب بيحس أن المدرب بتاعه مقنع، اوتوماتيك بتسمع الكلام، اوتوماتيك بتبقى مستواك بيعلى. فده اللي حصل. فنيا مش هقدر اقول ان الزمالك فنيا بقى يعني 100%، لا طبعا. صحيح، في اخطاء فنيه، بس في ايجابيات موجوده. يعني هقول لك على حاجه، الايجابيات اللي موجوده ايه؟ انه دايما الخطوط بقت قريبه من بعض. صحيح، دي بقى لنا فتره كبيره ما كناش بنشوفها. في انضباط تكتيكي بالظبط كده، بقى في كل واحد عارف بيعمل ايه وبيعملوا امتى وازاي. دي برضو ما كانتش موجوده، كانت في اغلبيه الفترات السابقه كان دايما كارتيرون معتمد على ان النهارده اشرف بن شرقي هيبقى كويس فهيكسبني، ان النهارده زيزو هيبقى كويس فهيكسبني، ان شيكابالا هيعمل حاجه مختلفه فهيكسبني. كان معتمد دايما على اللعب الفردي. صحيح، غير مستر فريرا، لا مستر فريرا معتمد على اللعب الجماعي،
سواء في النواحي الدفاعيه او النواحي الهجوميه. فعشان كده لا، في ايجابيات حصلت، هي دي الفتره اللي فاتت. في سلبيات طبعا، في لعيبه لسه ما ظهرتش بمستواها، بس توقيت مباراه بيراميدز الفوز اللي حصل ادى ثقه كبيره جدا زي عشان اخد بطوله. صحيح. ما انت لو ما خدتش البطوله دي، طب ما انت يعني هتاخد انهي بطوله؟ لا فيها الزمالك ولا فيها الاهلي، بقالك 3 4 سنين برضو مش عارف تاخد لا الكونفدراليه ولا كاس مصر اللي هم الاسهل من الدوري. النهارده انت في الدوري اتغلبت من الفرقتين المفروض اللي هم بينافسوا، الزمالك والاهلي. ف يعني فريق بيراميدز لعيبه كويسه، اداره محترمه، جهاز فني محترم، بس صعب قوي ان انا اخد بطوله زي بطوله الدوري. ممكن اخد بطوله اللي هي نفسها قصير، بس يبقوا رقم صعب في المنافسه، يعني ممكن ممكن يعطل اهلي، يعطل زمالك. انما هو ما عطلش لغايه دلوقتي الاثنين، لغايه دلوقتي لسه. انما يعني مش الفرقه اللي نفسها طويل ان تاخد البطوله. كنت متخيل زي ما بقول لك كده انه كاس الرابطه دي ممكن تديهم يعني تديهم حافز اكتر. أيوة انهم ياخدوا بطوله عندهم كده. في بالظبط بطولات، يعني دخلت بطولات عندهم بالظبط كده، تفتح ممر للبطولات. هو ده قصدي، ان انا كنت ابدا بدي. فانت حتى دي اللي هي الاضعف ما يعني ما ركزتش فيها ولا خدتها، مع ان كان اللعيبه كلها متواجده. يعني لعيبه بيراميدز كلها كانت متواجده، فما كانش عندك نواقص خالص. فما كنتش فاهم برضو الفكر بتاع الكابتن ايهاب في الجزئيه بتاعت كاس الرابطه. انما في الاخر لعيبه كويسه ولعيبه مستواها الفني هايل، انما في الاخر ما تقدرش تقول ان الزمالك في هذه المباراه سواء بيراميدز وبعد كده المقص. احنا طبعا ما ظهرناش بشكل كامل يعني اللي يتمناه جمهور لا هنا ولا هنا، لكنه خطوات لقدام، ولا يعني مثلا التطور في الزمالك في قدام بيراميدز عمل اداء وبعدين طوره شويه قصاد المقصه بقى افضل بالنسبه لك؟ لا يعني، ولا بيراميدز كانت افضل؟ لا بيراميدز كان افضل. لانه بيراميدز انت كنت يعني كنت كسبان وبعدين تعادلت وبعدين خسرت وبعدين قدرت ان انا ارجع تاني، فكانت اصعب اللعيبه بتاعت بيراميدز، خصوصا انه اللعيبه اللي المفروض يعني الانديه دي بت بت بتركز معاها او اللي هي المفروض ان هي مؤثره مش كتير. صحيح. فلما واحد او اتنين بي بي بيروحوا منك يعني الاداء كله بيتاثر. احنا شفنا الاداء بتاع مباراه المصري والاهلي، لا يعني اداء الاهلي وحش جدا، كان وحش قوي من في المباراه دي. استقرارات موسيماني الخاصه يعني. ما بالظبط، اصل هو عمل فكره التدوير وهو عارف قبل الماتش بيومين ان ناقص له اسبوع على الماتش، فكان ممكن يلعب بناسه يعني. بالظبط. بس كان في صالح الزمالك يعني. طبعا اكيد. ما انا عشان كده بقول لك ان انت لما بتبقى معتمد على اثنين ثلاثه، وممكن الاثنين ثلاثه دول مش يومهم، مجهدين، ممكن واحد اصابه، واحد انذارات، فممكن صحيح. ده كل ده يبقى في صالح نادي الزمالك، بس لازم الزمالك ان احط بقى الفرق دي تحت ضغط ان انا اكسب. ده اللي المفروض اللعيبه بقى تبقى فاهمان، كل ما هتكسب كل ما هتساعد نفسك. زي الموسم اللي فات برضه. مظبوط. زي الموسم اللي فات بالظبط. بس لسه 21 اسبوع واحنا بقينا لسه بدري في شهر 4 والعالم كله خلص. لسه ما خلصناش الدور الاولاني. الدور الاول لسه. يعني لسه ما خلصناش الدور الاولاني. بس زي ما بقول لك، لا انت تكسب الاربع ماتشات دول هتحط نفسك، هتبقى انت حتى بتلعب وانت مستريح وفي ثقه، غير لو انت ابتديت تعمل تبقى بطل الدور الاول اولا يعني. بالظبط كده. في الاحوال النادي الاهلي او بيراميدز هتضغط على مش هيلعبوا ماتشاتهم المؤجله قبل ما انت تكون خلصت. بالظبط. هتضغط على بيراميدز وهتضغط على النادي الاهلي، وفي نفس الوقت انت هتبقى مش مضغوط. لانه هتبقى برضو اللعيبه حاسه ان في فرق نقط كبير، فهلعب الاهلي والبيراميدز بيلعبوا مباريات متتاليه كتير. بالزبط. وانت بتلعب ماتش وتريح فتره، في سفر وفي اجهاد، في مباريات انت هتلعبها مع انديه، بتكلم بقى على مباريات بيراميدز او الاهلي. صحيح. هيبقى بتلعب انديه عايزه تكسب. مظبوط. وعايزه ان برضو تفضل موجوده في الدوري. الدور التاني يبقى كل ده وعاوز النقطه وبتاع، ما فيهاش تعويض. صعب جدا. ما فيهاش تعويض الدور التاني، فهيبقى المنافس كمان اشرس. فانت لازم تبعد بفرق كبير في النقاط، ال 12 نقطه دول مهمين جدا جدا جدا. ان شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا مع الكابتن جمال حمزه ونشوف رأيه في إهدار زيزو لضربة الجزاء.
اهلا بيكم مره ثانيه، وما زلنا في حوارنا مع الكابتن جمال حمزه وهنكملين في الزمالك. واساله سؤال يعني اعلم يقين انه هيجاوب اجابه امينه جدا. مستوى اشرف بن شرقي مباراتين بيراميدز والمقصه كان في افضل حال، ايه الاسباب من وجهه نظرك ان بدا يستعيد جزء من المستوى اللي احنا نعرفه عن اشرف بن شرقي؟ والله ممكن التغيير الاداري ده جزء كبير جدا، لانه برضو كان يعني بيتعامل مع لجان مش عارف هي قاعده ولا مش قاعده، ولا يعني النادي ما كانش مستقر اداريا، فاللعيب برضو كمان اللعيب اللي هو يعني مش مصري بيبقى بالنسبه له هو كده كده مغترب عن بلده. صحيح. فانا جاي عشان العب وعشان اخد فلوس وابقى بلعب في نادي مستقر، عشان عنده كدمه في الاغلب ممكن يكون جاهز للمباراه بتاعت فاركو، لانه شارك حسب ما فهمت في التدريبات او حاجه زي، لا ده احمد فتوح وعبد الله جمعه. طيب سيف امتى هنشوف المستوى اللي هو المهاجم الذي يليق بنادي الزمالك؟ ومحمد اناجم هو من اللعيبه اللي عقودها انتهت، لكن الراجل ما بيعتمدش عليه تقريبا، وهو ورزاق سيسي، والمستوى اللي انت شايفه بالنسبه لحمزه المسلوسي؟ يعني خدهم طبعا بالتدريج كده، اللي هو اللي بيلعب اساسي لغايه دلوقتي حمزه المسلوسي. صحيح. مستواه لا مش هو ده اللي احنا يعني منتظرينه من يعني الباك اليمين بتاع منتخب تونس. صحيح. راجل هتلعب كاس عالم. فاتمنى ان يبقى فيه تركيز افضل من كده. عنده مشاكل شويه، ودي اعتقد ان مستر فيريرا مع الوقت يعني هيعدل له الموضوع ده. طريقه الوقفه نفسها. واثق انت في فيريرا؟ طبعا طبعا، راجل بروفيسور يعني، ف اكيد الحاجات دي مش هتعدي عليه، ده ما احنا شايفينها واتكررت اكتر من مره، اكيد هو هيلاحظها من المره الاولانيه. صحيح. ففي بعض الوقفات بتبقى مش مظبوطه، سواء في التغطيه او في التايمنج بتاع الدخول. يعني في اوقات كتيره جدا ما ينفعش ان انا ادخل بالتهور ده فبدخل، وفي اوقات كتيره جدا المفروض ان انا ادخل بقوه ما بدخلش. فالتايمنج ده بالظبط، الوقت او التوقيت بتاع القرار بيبقى غلط. وفي بعض الاوقات الوقفه نفسها يعني ببقى واقف ومدي ظهري للراجل اللي بيبصي لي الكوره، مش واقف بجنب عشان ابقى شايف الملعب لما الكوره تجيلي ابقى العب فين. انت فاهم قصدي؟ فدي اعتقد ان مع الوقت مستر فيريرا هيعدل الجزئيه دي، وهي دي حاجات بسيطه اعتقد ان حمزه المسلوسي يقدر ان هو يشتغل بشكل قوي. هو بس عايز برضو دعم جماهيري اكتر من كده، بس للاسف انه التوقيت يعني ما بقاش حد هيستحمل حد خلاص. يعني دلوقتي لازم انت اللي تساعد نفسك وتطور من ادائك عشان تبقى موجود في نادي الزمالك وتبقى موجود في منتخب تونس. رزاز سي اعتقد ان هو برضو لغايه دلوقتي مش جاهز فنيا، انه برضو مش ده رزاق سيسي، ما تقريبا عليه خالص. بالظبط، مش ده رزاق سيسي اللي هو بتاع الاتحاد، لغايه دلوقتي لسه ما وصلش ل 100% من مستواه الفني، لانه برضو الاصابه قعد فتره طويله، اعتقد يجي سنه ما بيلعبش كوره، فدي برضو اثرت عليه بشكل كبير جدا. سيف الجزيري اللي واضح ان في حد لعب في دماغه، بمعنى انه يعني اداؤه ده عامدا متعمدا، مش متعمد بس مش مركز مع الفرقه بالنسبه اللي هي اللي تؤهله انه يبقى موجود في نادي الزمالك، غير الموسم اللي فات خالص. الموسم اللي فات كان مركز، كان بيقاتل على كل كوره، كان بيتحرك كويس جدا، كان بيشترك على في كل كوره، كان مؤثر. السنه دي لا، حتى لو ما حرزش اهداف كتير بس كان ليه دور، كان بيبقى مؤثر حتى زي ما انت بتقول كده، انه ما بيحرزش اهداف بس لدور واضح واداء طبعا، بفضي لزمايلي، بعمل اسيست، يعني بشاغب في كل كوره، وده مطلوب. صحيح. فلا الموسم ده احنا مش شايفين كده. فالملاحظ انه دي وجهه نظري، ما اعرفش ممكن اكون غلط، اللي انا شايفه انه في حد لعب في دماغه، يعني مطمع انه يشوف له عقد تاني ونادي تاني. بالظبط. فانت هتروح النادي التاني ده من خلال ادائك. صحيح. انت ممكن فجاه زي اشرف بن شرقي كده مستواك نزل شويه، تشال من المنتخب. ودي برضو من النقط
الاشرف بن شرقي ابتدى يركز اكتر عشان المنتخب برضه لانه لقى نفسه بره المنتخب. فممكن الجزيري او حمزه المسلوسي لقى نفسهم بره المنتخب. صحيح. فاتمنى ان هو يراجع نفسه، يراجع حساباته، لانه حتى لو انت عايز تمشي او انت عايز تنتقل لنادي اخر هيبقى من خلال ادائك في نادي الزمالك، مع الناس هتتابعك فين؟ مظبوط. هتتابعك في ناديك وهتتابعك مع المنتخب اللي هيوديك المنتخب لعبك في ناديك. فاتمنى انه يراجع نفسه في الجزئيه دي. محمد ونجم يعني انا شايف ان هو يعني حس ان هو هيبقى بعيد وحس انه ممكن ما يبقاش هيجدد. فبرضه دي ممكن تكون اثرت عليه بشكل كبير، اثرت على اداءه، واحنا مش شايفينه خالص في المباريات حتى على دكه البدلاء. ما اعرفش هو ورزاق تقريبا من ساعه ما يعني رزاق احتياطي بيبقى كتير. احتياطي يعني بيبقى موجود في القايمه، انما نجم ما كانش موجود في القايمه. صحيح. ف مش عارف بالظبط ايه القصه بتاعت اونجم، انما يعني اللي انا شايفه برضو او اللي انا متوقعه ان هو حس انه ممكن ما يبقاش ليه دور الفتره اللي جايه. بس برضو اللعيب يعني دي نصيحه مني حتى للعيبه اللي هتمشي، لو انا همشي على الاقل امشي وانا واقف على رجلي. صحيح. وانا بلعب وانا سعري، طول ما انا بلعب سعري بيزيد، طول ما انا بكسب فرقتي سعري بيزيد. فاتمنى ان اللعيب يبقى بيفكر بالتفكير ده زي اشرف بن شرقي، ما ممكن ما يجددش في الاخر وخلاص عقده يعتبر انتهى، بس يقدر يجيب عقد كويس لما يلعب اداء كويس. بالظبط كده. بالظبط. طب كابتن جمال، ايه بالنسبه لك ايه مواصفات اللاعب الاجنبي في الزمالك، خصوصا انه اللائحه في مصر بتقول ان في 5 لعيبه ويقدروا يشاركوا في المباراه، يعني 50% من الفريق. في نادي زي الزمالك، نادي يبحث عن البطوله ومنافس دائم لكل البطولات، نوعيه اللاعب الاجنبي اللي موجود في الزمالك يبقى ايه؟ ومراكزه اللي انت تفضلها ايه؟ مهاجم طبعا، يعني محتاجين مهاجم افريقي قوي عنده نسبه التهديف عاليه، في نفس الوقت يقدر ان هو يتاقلم مع لعب او طريقه لعب نادي الزمالك، لان يعني دايما طريقه لعب نادي الزمالك بتبقى مختلفه. عايز لعيب كوره، عايز يعني لعيب كوره بمعنى انه بيرقص كويس، عنده مهاره، دي مهاره اللعب في المساحات الضيقه، لانه دايما الافارقه بتبقى معتمده على القوه والسرعه، فانت بتلاعب دايما فرق بتبقى متكتله دفاعيا، فما عندكش المساحه ان تقدر يبقى فيها تبين قوتك وسرعتك، فدايما نادي الزمالك بيبقى محتاج اللعيب اللي عنده المهاره اكتر من السرعه والقوه. فده بالنسبه للمهاجم، ممكن تبقى محتاج انه طريقه لعب مستر فيريرا هتبقى مختلفه، عايز بقى اللي هو الهاف رايت والهاف ليفت، انت لغايه دلوقتي ما عندكش غير هاف واحد اللي هو امام عاشور. انت عندك رقم 6 اللي هو طارق حامد، ممكن يبقى بديله رؤى. هو مركزين 8 يعني قصدي. بالظبط، الثمانيتين دول انت ما عندكش غير 8 واحده اللي هو امام. لا اوباما بيلعبها ولا رؤى بيلعبها، ممكن اللي يأديها زيزو، بس برضه هتفقد. او اسلام جابر. مش مكانه برضه. او فتوح. ممكن فتوح، يعني ممكن فتوح يبقى قدام عبد الشافي. عبد الشافي. يبقى دي تبقى جابها. انما محتاج برضه 2 اقوياء في طبعًا. في المركز ده، لو هو خلاص الراجل استقر على الطريقه وهي دي طريقته، هتبقى محتاج ان انت يبقى في عندك 2 اقوياء في المركز ده، ويا ريت كمان لو في مركز 6 افريقي قوي في الجزئيه دي برضو يبقى مع طارق. برضو تبقى برضو اضافه قويه. فاعتقد هم دول المراكز الاهم اللي موجوده مواصفات دلوقتي. مواصفات اللاعب ايه؟ يعني لاعب دولي، لاعب طبعًا. شاب، لاعب طموح، لاعب جعان كوره، يعني طبعا لاعب دولي حتى لو هو في مثلا المنتخب الاولمبي. برضو لو السن صغير يبقى لعيب النادي بتاعه، نادي بيلعب على بطوله. لانه يقدر محطوط تحت ضغط يعني. على طول ضغط الثلاث نقط والمكسب والحاجات دي بتبقى برضو مهمه جدا. وزي ما انت قلت كده، لو لعيب دولي طبعا بتبقى قوة كبيرة جدا، بتدي ثقة للاعب اللي جاي بيقدر يخش مع المجموعة. صحيح. بسرعة. فأعتقد هي دي المواصفات، انه لازم اشوف اللاعب ده كان بيلعب فين الاول، ارقامه ايه، المستوى ايه، مع منتخب بلده عمل ايه، موجود في المنتخب الاولمبي وموجود ولا موجود في المنتخب الاول، عمل يعني ايه، يكون عنصر دولي، ده اهم طبعًا حاجة.
طبعا اكيد، خصوصا زي ما قلت لك 50% من قوام الفريق ممكن ان يبقى بالزبط. حاجه مهمه مع الدوليين الموجودين في الزمالك طبعًا. اساسا يعني طبعا فدي مهمه جدا ان انت أكيد. تبقى لعيب دولي، وزي ما قلت لك حتى لو انت مش لعيب دولي بتروح بقى لقصه النادي بتاعك، انت النادي بتاعك كان فين؟ بتلعب فين؟ في انهي نادي؟ في انهي دوله؟ في انهي منطقته فين؟ هنطلع لفاصل ونرجع نسالك بقى سؤال. احنا عرفنا مواصفات، انت شايف بقى اما يبقى عندنا لعيبه اجانب من شمال افريقيا ولا من افريقيا، ولا نبص على مدرسه جديده مثلا اللي هي امريكا الجنوبيه؟ لكن الفاصل الاول وبعدين نرجع للكابتن جمال حمزه. اهلا بكم مره ثانيه، وخلاص يعني في دقائقنا الاخيره من برنامج زملكاوي لسه في سؤالين موجهين للكابتن جمال. السؤال الاولاني وهو جنسيات اللعيبه الاجانب اللي تيجي الزمالك، هل تبقى من افريقيا وشمال افريقيا خصوصا لنجاحات البعض بينهم مع الزمالك، ولا نبص على افريقيا بشكل عام، ولا نشوف مدرسه جديده مثلا في امريكا الجنوبيه؟ والله لو يعني لو مهاجم افضل ان المهاجم يبقى مهاجم افريقي. افريقي انما لعيبه الوسط الملعب ممكن تبقى من شمال افريقيا او من زي ما انت بتقول كده لو من امريكا الجنوبيه، مدرسه جديده لو الاسعار يعني مناسبه ليه لا، تبقى برضو شايف ان هي تجربه هتبقى ناجحه جدا وهتبقى ماشيه مع طريقه لعب نادي الزمالك، لان يعني دايما طريقه لعب نادي الزمالك بتعتمد على الاستحواذ واللعب الجميل. فممكن يعني شمال افريقيا بتبقى معانا كويسين جدا سواء تونس مغرب جزائر، وفي نفس الوقت اللعيب الافريقي الفيرويد بقى بيبقى عايز فيرويد قوي زي ما قلنا لعيب دولي، وفي نفس الوقت عنده مهاره، عنده نسبه التهديف عاليه وعنده مهاره، فهو ده اللي ممكن ده اللي انا بقى بدفع بقى فيه سعر جامد. ده مهم جدا، ده اهم واحد. ف يعني الثلاث مدارس هتبقى المركز مركزه نفسه هيبقى هو مختلف اللي بيحدد. هو اللي يحدد. شايف الاجنحه ممكن يبقى امريكا اللاتينيه او من شمال افريقيا، خط وسط يبقى شمال افريقيا، لكن قلب الهجوم بالنسبه لك افريقيا بالظبط، قوه واداء يعني. بالظبط تمام. طيب زيزو شفناه وهو بيلعب ضربه الجزاء قصاد المقص الامانه بشكل امين جدا، ولعبها مش بشكل جيد ومعرفش هل ده بسبب التوتر، هل ده بسبب الكره بتاعت ضربه جزاء بتاعت السنغال متاثر بيها، الضغوط كانت عليه كتير. انت شايف ايه اللي يعمله زيزو عشان ما يقعش في منطقه اهدار ضربات الجزاء في الزمالك يعني؟ انا دايما عندي راي في تسديد ضربات الجزاء. تمام. 80% ثقه وهدوء اعصاب، دول ال 80%. ده نوع من تشجيع للاعب، بس ضغوط اكتر برضه. لا مش ضغوط ولا حاجه، انا بقول لك ان انت حتى لما ضيعت انا واثق فيك، وان لما هتيجي ضربه جزاء تانيه هخليك انت برضه اللي تشوط. فلا انا بديك الثقه، برجع لك الثقه تاني في نفسك، وده هو ده بقى اللي انا بقول لك عليه. مستر فيريرا لو مدير فني تاني كان ممكن يقول عكس الكلام ده، كان يوقع اللاعب تاني، انما دلوقتي لا، نفسيا زيزو خلاص اكيد ان شاء الله هتبقى رجعت له الثقه زي ما انت قلت. تفضل انه ما يلعبش المدرب، ما يلعبهاش في الماتش ده يعني، كان المباراه دي تحديدا يبعد عن ركله الجزاء دي وخصوصا كمان المباراه 0-0. فلحد لو الزمالك كان كسبان 1-2 فكان ممكن ان انت تسدد، انما 0-0 وانت مضغوط من قبل المباراه وركله الجزاء بتاعت السنغال، فكان عليك ضغوطات انت لوحدك شخصيه تمام، غير ضغوطات المباراه. فهي دي اللي اعتقد اللي اثرت على زيزو. الزمالك تحصل على ضربه جزاء برضه في ماتش فاركو مثلا بعد لازم المباراة. زيزو اللي يشوط، وبرضه نتيجه 0-0 لازم زيزو اللي يشوط لازم. لو اخفق بقى في اللي جاي خلاص يبقى هو يعني بيريح شويه. انما المباراه اللي جايه لو حصل والزمالك تحصل على ركله جزاء لازم زيزو هو اللي يشوط، غير لو هو بقى قال لا انا مش هشوط، دي حاجه تانية. انما كمدير فني او كاداره فنيه لا، لازم ان انا ارجع له الثقه تاني، لان هو
بيشوط كويس جدا، فلو احرز منها هدف اعتقد ان ثقته هترجع له بشكل كبير. نتمنى طبعا ان الثقه تعود لزيزو، لان زيزو لاعب مهم طبعا زي كل اللعيبه اللي موجوده في الزمالك، والمنافسه قويه والزمالك قدامه مسيره طويله من المباريات. في الاخر طبعا نتمنى التوفيق للزمالك، وبشكر الكابتن جمال حمزه على وجوده معايا هنا في زملكاوي، دايما اسعد بلقائه، وان شاء الله نلتقي يعني في حلقات اخرى في مواقدم من ايام. لكن انا ان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده من حلقات زملكاوي.